لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، ها هي سفينة اعتكافنا ترسو على الشاطئ بعد أيام مباركة طيبة قضيناها سويا في بقعة طيبة في بيت من بيوت الله عز وجل. نسأل الله ألا يحرمنا من هذا الخير وأن يديم علينا هذه النعمة. لا لقاء على مثل هذا إلا بعد عام إن شاء الله لمن قدر الله له أن يكون على قيد الحياة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الطاعة. لابد أحبتي قبل الخروج من الاعتكاف من التواصي ببعض الأمور، والتي هي كأحزمة الأمان بعد رمضان. محتاج تربط الحزام عشان تعرف تكمل في المسيرة لرمضان اللي جاي بإذن الله تعالى. أولها، ماذا تعلمت من الاعتكاف أيام عشرة وأنت مقيم في بيت من بيوت الله، بيئة إيمانية عبقة مليئة بأنواع الطاعات والقربات، صيام، قيام، تلاوة، ذكر، دعاء، ترى ماذا تركت فينا؟ الرجل ينقطع إلى ملك من الملوك أو عظيم من العظماء فيرجع فيظهر عليه أثر انقطاعه إليه، فكيف بمن انقطع إلى الله؟ وكيف بمن شغل نفسه عشرة أيام بطاعة الله؟ إننا نريد إذا عدنا إلى بيوتنا أن يقولوا لقد عاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وهذه لعمري علامة من علامات القبول، أن يتغير الإنسان، يتغير تغيرا جذريا، أو على الأقل تكون هذه الأيام العشرة بذرة التغيير، بداية التغيير فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس وعلى رأسهم الأهل. رأينا في هذه الأيام أحبتي خطر القلب وأهميته وضرورة الاعتناء به. حين تقف بجوار أخ لك وهو في الصلاة وقد ظهر عليه الخشوع أو ربما بكى وأنت تسمع وأنت تتألم وتتحسر، لماذا هو يبكي ولماذا أنا واقف هكذا لا أتأثر؟ الفرق في القلب. القلب هو الأصل في كل عمل من أعمال الجوارح، وهذا القلب يحتاج لعناية. قد يكون من الصعب أن يتغير أو يتأثر خلال عشرة أيام فقط بسبب أن الرانة قد زاد عليه طيلة هذه الأشهر الأحد عشر، فربما لم يستطع الإنسان الشعور بلذة الطاعة وحلاوة العبادة بسبب هذا الران الموجود على القلب مثل الصدأ. وبالتالي فنحن نحتاج بعد رمضان إلى أن يوضع هذا القلب في العناية المركزة عن طريق معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، عن طريق تدبر القرآن، عن طريق إصلاح القلب بالأعمال القلبية من الحب والخوف والرجاء وغير ذلك، والقراءة في ذلك والسماع في الدورات التي تتكلم عن إصلاح القلب. لا تهمل قلبك وتنتظر رمضان القادم حتى يصلح القلب، ولكن جهز نفسك من الآن لرمضان القادم إن أحيانا الله من خلال بناء الإيمان فيه. رأينا كذلك أهمية التربية على فضائل الأعمال، فأنت تسمع مثلا من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. تسمع إذا أذن للظهر أو إذا زال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، أحاديث ربما لم تسمعها من قبل أو ربما أنسيتها وكان لها أثر كبير بلا شك في النفس، في تنشيط النفس واجتهاد الإنسان في العبادة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهكذا. هذا يدلك على أهمية التربية على فضائل الأعمال حين تؤدي العبادة بحب، وهذا لأنك تعرف فضلها، وبفضل الله تعالى هذا له درس مخصص أسبوعي هنا في المسجد اللي هو درس يوم الخميس من كتاب الترغيب والترهيب، هذا الكتاب المبارك الذي لو تدارسناه فعلا لوصلنا إلى الهدف وهو العبادة بحب. رأينا أيضا أهمية ذكر اليوم الآخر والتفكر فيه
وتخيله وتوهمه، وكيف أثر ذلك في رقة القلب ودمع العين من خلال لقاء بعنوان رحلة ميت. والإنسان ربما حين يغفل هذا الجانب الدنيا تأخذه وتطغى عليه الشهوات وينشغل بها، فلا يحسن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك نحتاج إلى هذه الموعظة ولو حتى مرة في الأسبوع، أن تستمع لشيء يتعلق باليوم الآخر ومراحله، حتى تعرف إلى أين المصير. أنت في الدنيا إنما أتيت لوظيفة، وربما ينسى الإنسان هذه الوظيفة بكثرة أو لكثرة انشغاله بالدنيا، فيحتاج لموعظة يعني دوما ترقق قلبه وتربطه باليوم الآخر وتذكره بلقاء الله. رأينا كذلك أهمية الصحبة وكيف أن بعضنا يتشجع بوجوده في هذا الوسط الصالح، ينشط لفعل الطاعات، يغار إذا رأى أخاه يقوم ويصلي ويطيل فإنه يغار ويحاول أن يقلده. وهذا درس مهم يبين لنا أننا حتى نستقيم في الطريق لابد من صحبة، لابد من اجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع يكون في دروس العلم، ويكون في عيادة المرضى، ويكون في السؤال أن يسأل بعضنا على بعض ونحو ذلك، وأن نكون في حاجة بعضنا البعض. عشنا سويا حاجة القلب، أو لمسنا سويا حاجة القلب إلى الطاعة، استشعرنا لذة العبادة، استمتعنا بالسجدات والركعات والدعوات، والتي هي للقلب كالماء للسمك. هل يعيش السمك بلا ماء؟ كيف تترك قلبك إذن بعد رمضان بلا أوراد؟ وهذه من الوصايا المهمة. اجعل لنفسك برنامجا تعبديا تسير عليه حتى رمضان. فمثلا صمت في رمضان كم يوم؟ 39 هتبكش 29 النهار 29، يبقى انت كده صمت، الله أعلم، بس احنا لحد دلوقتي 29. تمام، قدرت تصوم 29 يوم ورا بعض؟ صح ولا لا؟ ولا كنت بتسقط؟ طب تمام، طب ايه اللي يمنعك اللي انت تصوم يومين في الاسبوع بعد رمضان؟ ما تقولش ما قدرش بقى، ما انت ايه، ما انت قدرت اهو. تمام، صليت كم يوم قيام ليل؟ 30 29 برضه 29، وكل يوم بتصلي حوالي ساعة. ايه المانع اللي انت تخليها بعد رمضان 10 دقائق ربع ساعة قبل ما تنام، بعد ما تصحى؟ المهم تحط لها وقت وتداوم عليها. قرأت القرآن في رمضان اللي ختم مرتين، واللي ختم ثلاثة، واللي ختم خمسة، واللي ختم عشرة، يبقى أنت تقدر أهو. إيه المانع أن بعد رمضان برضو يبقى لك ورد قرآن ثابت؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، عايزين الغذاء بتاع القلب، لأن أنت لو ما غزتش قلبك القلب حيتوه، فتنة تجيبك وفتنة توديك. لازم الغذاء، زي ما بتاكل ثلاث مرات، تاكل وتشرب وتلبس وتكيف وتتزبط، يبقى لازم غذاء قلبي. الغذاء القلبي ده ورد صيام تداوم عليه أقله 3 أيام كل شهر. ليه؟ صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد قرآن أقله جزء في اليوم، عشان كل شهر يبقى لك إيه؟ ختمة. أو حزب، ما قدرتش تجيب جزء بس حاول تجيب الجزء، بس أضبط نفسك إن اليوم بتاعك ما يعديش من غير الجزء ما يتقرى. مفيش حاجة اسمها أروح شغلي أو مثلا بعد ما أجي من شغلي أعمل مش لازم الأول ورد القرآن، احبس نفسك عليه، سواء قبل الشغل بعد الشغل، حط له وقت قبل ما تنام لما تيجي، المهم وقت ثابت ما تفرطش فيه. ورد القرآن بيعمل أكتر من 100,000 حسنة في اليوم، 113,000 تقريبا، 113,000 حسنة. لو قدامك 113,000 جنيه وعايزين نص ساعة بس عشان تاخدهم، 113,000 في اليوم، طب فين الحسنات؟ فين انت من الحسنات؟ يبقى هتطلع لها وقت من تحت الأرض. طب خلاص طلع وقت للقرآن برضو، واظب عليه كل يوم جزء، شلال حسنات، كل شهر 3 مليون حسنة اللي يختم المصحف، أو 3 مليون وربع. طب انت ليه تضيع الفرصة دي عليك؟ داوم عليه. يبقى قلنا صيام، قيام ليل، ها، ورد قرآن، تلاوة قرآن، ها، ما قلنا صيام،
محافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء خصوصا، عشان ربنا يحميك من الشياطين، شياطين الإنس والجن، غير الثواب والحسنات اللي هي بتحصلها من وراء الأذكار دي. بعد كده عايزين نحافظ على درس في الأسبوع، درس درسين حسب ظروفك، بس دي حاجة أساسية، يعني دي بتكون النسيج الإيماني بتاعك، ما ينفعش ما تواظبش على درس. ليه؟ الدرس بتقابل إخوانك، بتسلم عليهم، بتطمنوا على بعض، خدت بالك؟ بيقول لك عندنا إفطار يوم كذا، في لقاء مش عارف في كذا، بتتعاون معهم على البر والتقوى، بتاخد شحنة قلبية من الدرس. وداوم على الدرس كل أسبوع، ما فيش حاجة اسمها أسبوع أو أسبوع لا وأسبوعين مش عارف، لا، الدرس يبقى من أهم المواعيد اللي عندك في الجدول بتاعك. تعلمنا أيضا كيف يتحكم العبد في نفسه، وأنك تستطيع أن تنتصر عليها، لا يعطيها كل ما تشتهي، وإلا أوردته موارد الهلكة. تلاقي نفسك نظمت النوم، تلاقي نفسك قللت الكلام، تلاقي نفسك قللت الأكل. ليه؟ عايز أتعبد، أنا مش جاي أكل. وفعلا العشرة أيام عدوا بكده. أنت ممكن برضو اللي أنت تعرف تنظم نفسك بعد رمضان بالصورة دي. عايزك تفتكر في حديث أو تفكر في حديث البخاري فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى الأساس في حياتك الفرائض، أحب إلي مما افترضت، أحب حاجة تتقرب بها لربنا الفرائض. صلاة الجماعة في وقتها، صلاة الفجر مش هتستنى رمضان الجاي عشان تواظب عليها، لا، مفيش حاجة اسمها صلاة الفجر تضيع وتسقط. واعمل لنفسك غرامات وعقوبات، اليوم اللي ما تصليش فيه الفجر يبقى 100 جنيه صدقة في المسجد. لو انت واظبت على كده اسبوعين ثلاثة هيحصل ايه؟ عمرك ما هتسيب صلاة فجر. تمام، لقيت نفسك بتنام وبتضيب، خليهم 200، خليهم 500، مش هنام، مش هتنام، هتفضل 100 جنيه وجعاك. خدت بالك؟ لا بجد، الدنيا مش اغلى عندنا من الاخره. ها، لو سقط درهم احدهم لظل طول اليوم يقول انا لله، سقط درهمي، سقط درهمي، وها هو يضيع عمره ولا يقول انا لله ضاع عمري. احنا بنكبر يا جماعه، انتم مفكرين احنا بنصغر؟ احنا بنكبر. الكلام اللي انا بقوله لكم ده مكتوب عليه التاريخ عندي، تخيلوا من كام؟ 1434. احنا النهارده كام؟ 40. كام سنه؟ شوف الايام جرت بسرعه. فعشان انت لازم تنتبه لنفسك، العمر بيجري وهتشيب وهتشيخ، فالحق من دلوقت واظب على الخير ودرب نفسك، اللي انت كل ما عمرك يزيد حسناتك ايه؟ تزيد، مش تفضل زي ما انت. فبنقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كملت الفرائض، الفرائض طبعا مش صلاة وصيام وخلاص، معاملة، صلة رحم، بر والدين، أخلاقيات، تمام كده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى بعد الفرائض إيه؟ اللي احنا قلناها الأوراد. الأوراد دي أهميتها إيه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى عمرك ما هتسمع حاجة حرام، غيبة ونميمة وأغاني ومهرجانات وكل ده، ربنا هيحميك في سمعك، مش هتسمع بيه إلا اللي يرضيك. إمتى؟ لما تواظب على السنن، قيام، صيام، تلاوة قرآن، الحاجات دي بتبقى سبب إن ربنا يحميك في سمعك. كنت سمعة وإيه؟ وبصرة، مش هتبص لحاجة حرام. اللي كان مدمن تلفزيون أو بيتفرج على مقاطع أو غيره، لما يدمن السنن ويحافظ عليها، ربنا هيجعل في قلبه كره المعصية دي، هيحميك في بصرك. وبصره الذي يبصر به، وإيه؟ ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وشوف بقى المفاجأة اللي جاية والهدية: ولئن سألني لأعطين. تبقى طلباتك مجابة، ما تدعي ربنا، ربنا يستجيب ليك. ولئن استعاذ بي لأعيذن. شفت الثواب بتاع المحافظة على النوافل بعد ما تحافظ على الفرائض؟ يبقى دي بمثابة خريطة ليك تمشي عليها بعد رمضان. الفرض أولا، وعلى رأس الفرائض وأهم حاجة في الفرائض إيه؟ الصلوات الخمس في المسجد جماعة. واعمل لنفسك خطة لكده، لو كان عندك تقصير قبل رمضان، رمضان زبطه لك، حاول تستمر بعد رمضان على الخير ده. وبعد الفرائض حاول تعمل لك جدول من النوافل ومن الأوراد،
زي ما انتوا شفتوا. الاعتكاف يا اخواني ده عامل زي معسكر التدريب، تلاقي الكبير والصغير بيقول حاضر، مع ان في ناس ممكن تكون اكبر منك في السن بس هنا سمع وطاعه، لانت تؤمر بما فيه طاعه لله او تنهى عن شيء ربما يضرك فتسمع وتطيع. بيربينا على ان الانسان ما يبقاش بمزاجه، لا، مصلحه الجماعه، ان طالما الحاجه دي فيها مصلحه للجميع يبقى احنا ننزل على اللي فيه مصلحه للجميع. والدرس ده احنا محتاجين نستصحبه حتى بعد خروجنا من الاعتكاف، مش اللي في مزاجك وخلاص، لا، شوف البيئة اللي حواليك واللي حواليك ايه المصلحة اللي هتعم على الجميع. الاعتكاف كمان بيدينا درس مهم جدا، ان الخير عادة، وده حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخير عادة. يعني ايه الخير عادة؟ يعني اللي عايز يتوفر فيه صفات طيبة يعمل ايه؟ يكررها. ما كنتش بتصلي الصلاة الطويلة دي، لما كررتها في الاعتكاف بقت لذة ومتعة، وتبقى زعلان اللي انت مش اللي انت هتطلع من المسجد، خدت بالك؟ ما كنتش بتدعي نص ساعة زي ما بنعمل كده قبل المغرب، بنخصص وقت نص ساعة، ساعة الا ربع دعاء، في غير رمضان ممكن ما بتعملهوش، هنا ايه اللي حصل؟ اتعودت عليه. فاللي عايز حاجة تتوفر فيه ويداوم عليها يكررها مرة واثنين وثلاثة، ما تقفش مع نفسك انها صعبة في الأول شوية، ما هي أي حاجة على النفس هتبقى صعبة في الأول، مع الوقت هتبقى إيه؟ حتى الأعمال الدنيوية، يعني هو اللي بيشتغل شغل شاق وصعب، هو في حد بيحب الشقة؟ طب هو الشغل ده مداوم عليه ليه؟ تعود. فاكرين زمان العمال بتوع الخرسانة ما كان يشيل الأروانة على كتفه، تعمل إيه في كتفه؟ بتموتها، تعمل له كله هنا، وتلاقيهم هم طالعين السقالة عمالين يغنوا ويقسموا ويهزروا، مش حاسس بيها خلاص، ميتة دي، تمام كده؟ طب ما بالك انت، ده انت مش هتشيل خرسانه، انا هقول لك ورد قران ورد صيام وقيام، ما تجيش نفسك تقول لك خلاص رمضان خلص ورمضان هيرجع بظهره، ما خلاص لا، انت لازم تقاوم نفسك، لو انت استسلمت لنفسك نفسك هتضيعك، خصوصا ان بعد رمضان كان عندنا في اول رمضان اذا كان اول ليله من رمضان صفدت الشياطين. بعد رمضان هتطلق، هتتفك، وشياطين انس وشياطين جن، خدت بالك؟ وعيد، ما تيجي نتفسح، ما تيجي نشرب، ما تيجي مش خد بالك من نفسك، شحنه الايمان اللي انت شحنتها في رمضان دي ما تخليهاش تتسرب بسرعه، حاول على قد ما تقدر ايه؟ حافظ عليها. الصحيفه بتاعتك ممكن تكون بسبب رمضان بقت بيضه، مش عايزين نسودها بسرعه، كده كده هتذنب، لان انت من بني ادم وكل بني ادم خطاء. بس عايز اقول لك حاجتين، كل ما تذنب توب، اذا اسات فاحسن، اتبع السيئه الحسنه، حاول على قد ما تقدر وبقدر ما تستطيع ما تستسهلش في موضوع السيئات. يعني الايمان اللي انت بنيته في رمضان ده، دي حاجه غاليه قوي، حاول تحافظ عليه زي واحد راجع من رحله عمره او من رحله حج، اهي زيها واحد طالع من رمضان تايب لربنا. فحاول ذنوبك ابعد عنها والاسباب اللي بتوقعك فيها، لو عن طريق اصحابك غيرهم، لو عن طريق اجهزه عندك في البيت اتخلص منها، حاول تحافظ على الشحنه والرصيد الايماني اللي انت حصلته من رمضان. فعلا يا اخواني من اسعد ايام الحياه حين تجتمع مع اخوانك الذين تحبهم على طاعه الله. فان كنت حقا سعدت بهذه الايام وكنت فعلا تريد أن تكلل بالقبول فأر الله من نفسك خيرا. إيه علامات القبول؟ أن الإنسان يكون بعد رمضان أفضل مما كان قبل رمضان، يبقى رمضان الضيف الغالي على قلوبنا ده عدى وساب فينا أثر، ساب فينا دروس. الناس اللي ظهرت عليهم فعلا دروس رمضان هم دول أولى الناس بالقبول. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حط معاها الآية الثانية إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى لو أنت وصلت لشاطئ التقوى يبقى أنت بإذن الله صيامك مقبول، لكن لو لقيت نفسك بعد رمضان زي ما أنت، أخلاقك هي، معاملتك هي، مواعيدك مفيش التزام، رجعت تاني تقطع في الصلاة ما تحافظش عليها، أهملت دينك وبقت الدنيا هي الهم تاني، يتخاف عليك، يتخاف اللي انت ما تكونش حصلت المغفرة، يتخاف اللي انت تكون من الناس اللي خابت وخسرت ما استفادت من رمضان. لا، عايزين ولو ناخد من رمضان ده شحنة، ولو أحيانا ربنا الرمضان اللي جاي شحنة كمان،
ترفعنا أكثر، ورمضان اللي بعده وهكذا، حتى إذا جاءك الموت تكون على أحسن حال بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والاعتكاف وسائر الأعمال، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.